الحكم اذا دفعت المرأة السرية مهرها للرجل. ما في اعطاته لا باس، لكن لا بد من شيء منه ولو قليل، لا بد ان يعطيها شيئا، لان قال تتبع بامواله، فاذا اعطته شيئا تقضى به الحاجه، فرشت البيت واعطته ما يصنع به الوليمه، فجزاها الله خيرا. هذا طيب في الهند وفي الهند وباكستان وبلاد اخرى، المراه هي تدفع عن الزوج، فاذا دفعت المراه عن الزوج فلا باس، لكن لا بد من شيء منه، لا بد ان يعطيها مثلا 10 100 1000، لا بد يعطيها شيء حتى يسبق عليه انه ابتلى بمال ان تبتغوا باموال، فلا بد يكون مهرا منه ولو قليل يعقد عليه النكاح، والباقي تسبقه هي وتنفقه هي وهي ماجوره في هذا ولا باس. وهنا امر اخر وهو ينبغي ان نسيت التنبيه عليه، وهو ولا نبه عليه ايضا مشايخ لما اذكر، وهي مساله الخطبه. لا بس ان يخطب الرجل لبنته، يدور الطيب يقول يا فلان انا ارغب ان ازوج بنتي او اختي، مثل ما ان الرجل يخطب البنت ولي المراه يخطب ايضا يلتمس. قد فعل هذا بعض الصحابه، فعله عمر وفعله غيره. المقصود ان يكون الانسان يلتمس لاخته او بنته، الشاب الصالح والرجل الصالح، ويقول يا فلان انا مالي طمع في المال، ازوجك ولو بالقليل، انا عندي بنت او عندي اخت ارغب ان زوجك، واذا كانت تحب ان تنظر اليها فليس عندي مانع، فاذا رضيت زوجه اياها بمهر القليل. وهذا ما يعين على ايجاد الزواج وعلى عدم الكلفه. نعم ما يهمونك، ما يهمونك اذا رضي الله عنك فلا يهمونك.